نحكيو على ماتش الاهلي اللي ترشح ضد الرجاء. ماتش محلي، ماتش اكسيبسيونيل الحقيقه. انا تفرجت فيه بالكدا وعاودت تفرجت في اللقاء بتاع الاهلي والرجاء. الرجاء نقصها الحظ، نقصها التسييم، انهارتها ملا الجمهور وملا الشيخه وملا كوره وملا ريتم، انهارتها في الماتش. الاعلام لا مصري ولا تعاطيه. هذا ايش حبيت نقول؟ نقول رفيق، بعد ترشح الفريق الاهلي المصري للدور نصف نهائي، وخاصه بعد انتصاره معناتها في المباراة الذهاب 2-0، خلاه خرج بنتيجة تعادل في المغرب بالذات، وكان الفريق الرجاء ضيع ضربة جزاء. هذا ما خلى الإعلام المصري بدا يحضر هلوما اللي قاعدة صايرة، وباش نسمعوا شنو صاير. أنا راني قلتها في البطولة العربية وتغشوا منها برشا جماعة الأهلي المصري، الماكينة المصرية بدأت تخدم، وهذا باش نسمعوا منها شوي. حضرتك يا اتحادي أفريقي، لو المشهد ده بعد الشر حصل في الكرة المصرية أو على ملعب مصري، أنت كنت هتعمل إيه؟ أيها الاتحاد الأفريقي، إما أن تكون الكاف أو إما أن تكون كوكو. كوكو ضعيف جدا. إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في الإخوة التوانسة، في وجود الآلي، في حسن الاستقبال وحسن الرعاية وكل شيء من هذا القبيل. لكن النقطة اللي بيتكلم فيها أستاذ حسن هي نقطة مفصلية متعلقة بالشغب اللي إحنا بنرفضه في كل حتة. حتى تم فرضها من جانب الاتحاد الأفريقي على الترجي، لكن من المتوقع ان الاتحاد الافريقي هيفرض عقوبات. شفنا الشوط الثاني تاخر لعب وقت قد ايه، احداث شغب حصلت اثناء اللقاء. الاتحاد الافريقي بقى ملوش دعوه اللي باحداث الشغب دي مفتعله او ازاي حصلت او اي تفاصيل خارجيه. الاتحاد الافريقي ليه؟ ان ده لقاء في دوري ابطال افريقيا بيتذاع في العالم كله، حصل فيه احداث شغب من جانب مشجعي الترجي، وممكن الاتحاد الافريقي يتخذ عقوبات. لكن شايفين في الفترة الأخيرة لجنة الانضباط لم تجتمع في أكتر من حدث، عندنا أكتر من حدث في القارة الأفريقية في الفترة الماضية، مفيش أي قرارات اتخذت فيه تماما. الترجي في تونس الجمهور بتاعه عمل معاه مشكلة كبيرة جدا، والجمهور أنا بس عايز أوجه كلمة لإخواتنا التوانسة اللي عملوا المشكلة بجمهور الترجي. وعلى فكره هو الموضوع في صالح الاهلي، المفترض انهم مبسوطين. هذا جزء من الكلام اللي قالته وتقال اكثر في وسائل الاعلام. تحيه لصديقنا عادل ابو هليل، خاطر هذوما لي زيكستري خذيناهم كيما عديهم عادل والله من قناه التاسعه. والله انا ما لومكش انت، معناتها هذه ما تحملش فيها، اللوم لكروني كور العزيز الغالي، معناتها عباره جايب لك مرقه لوبيا يجمر فيها. امبارح عادل قص والفريق نتاعه قص لي زيكستري، الكروني كور عاتي ربي يعطي دي ديكلاراسيون اخرين، يشوف حاجه تخرين، معناتها جايب لك مرقه لوبيا حتى في الجروند يجمر فيها امبورتي جايب امبورتي. قال له خلي لي شويه عادل ما تحرقش الاخبار. زيدك زياد، قلت له ناصر ما يجيش، معناها نفس لي زيكستري اللي قسم عادل نعديهم هنا، قال لي تعديهم وفمك سكت. اي بيان سور، مادام احنا عائله واحده يلزمنا نستعملوا نفس لي زيكستري. هذاك عائله واحده ورثه. احنا نقولوا اليوم رفيق الماكينه الاعلاميه الان تاع الاهلي بدات تخدم. اليوم راه زاد ما يلزمش ينساو الاخوه المصار، واللي في مباراه السودان صار برشا شغب، صارت برشا مشاكل. اليوم تعرف الاعلام المصري، تعرف الاجتماع بيصير نهار الجمعه باش يتاخذوا القرارات في المباريات والاجراءات اللي باش تنجم تصير. انا لابد نقول الناس يلزمها تتروى، معناتها يلزمها تعرف اش تاخذ وتاخذ من قرارات. تنجم تكون تصير احداث في مباريات، لكن ماهيش قاعده اساسيه نجم نبنيو عليها عقوبات تكون مسلطه على الترجي. الكواليس واللوبيات والعلاقات باش تخدم برشا في المقابله هذه، والضغوطات باش تكون كبيره. وخلينا نكونوا امناء، عادي لو كان الاهلي صارت فيه هكا، رانا احنا نضغطوا بالجماهير الاهلي تتعاقب باش انا نتعدي ونلعبوا الماتش نتاعنا من غير حضور الجماهير بتاع الفرق المنافسه. ولكن ان شاء الله يا ربي كواليس الكاف الترجي يكون حاضر بقوه، الجامعة تكون حاضرة بقوة، إن شاء الله وديعة على زنتيري نتاع الترجي اللي يمثل تونس، وإن شاء الله الجماهير نتاع الترجي ما تتعاقبش حتى لو كانت تكون خطية مادية كبيرة. ما يسالش خير من أنه يغيب جمهور في مقابلة مصيرية كما مقابلة الأهلي، ساشون كو الروتور باش يكون في مصر. الذهاب مهم جدا 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 بأهلي قوي للأمانة، يخوف لورونتري سيكو عنده عادة وثقافة الألقاب. ما عادش عندي وقت أكثر من 50,000 متفرج، معناتها نجم يحضر في مباراة رفيق، راهي حاجة مهمة برشا مباراة العودة للترجي الأهلي تونس.